الأربعاء، فتح ماي 2024، منطقة واد الشراط، قنطرة واد الشراط، منطقة بن سليمان، منطقة خط حدود الدار البيضاء. إلا مشيتي لجوجل وحليتي الخريطة القديرة لك واحد الخط بحال هكايا، منطقة الدار البيضاء، منطقة الرباط، هنايا إن شاء الله الرحمن الرحيم غتكون عندنا واحد الطريق اللي غتمشي لينا من هنايا حتى للصخيرات التوسعة، وكاين عندنا قنطرة جديدة هي كتبنى. شو مبقى ليها والو، إن شاء الله الرحمن الرحيم وتكون جاهزة. دخلوا لنا المرحلة الثانية من المراحل. هذه المرحلة طراب زين، هذا ديال الغرس مليح 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 مليح، اللهم صل عليك مليح، لاكوش ناضية. هنايا وصلوا لينا لهذا النوع ديال الصخر، هذا النوع ديال الصخر شو كيفاش داير اخوتي، فيه المسن، فيه هذه المسونة، وهذا راه صعيب في الخدمة ديالو، هو اللي خرج الاليك في اكادير، هو اللي خرج الفريق ديال اس ان سي او هنايا في عين عتيق، وهو خرج هنايا ليكيب ديال سي بروب في واد الشراط. عندهم هاد البوطو، غنشوفو كيفاش غيديرو ليه. هذا نشوفوا كيفاش غيديروا جون في الخدمه يا اخي. اليوم فاتح ماي ما خدامينش، سادين عليهم، هاد الصخره الكحله هي ملي كتخرج كتعذب الحريفي. برد الله ما شاء الله، الطراف كيدير مليح مليح مليح. هو القطار جاي، فين هو؟ سمعت الصوت ديالو جاي، نار عندي الودنين. هاهو شتو هو البراق، احسن مشروع من المشاريع المملكة، احسن مشروع، احسن مشروع هذا. اذا غادي نمشيو من هنا، ما راه خدامين من الجهة اللي من لي وخدامين من هنايا، غندير لكم السماوي ونمشيو مشية وحدة حتى للراس اللي هي ونشوفو شنو كاين، وخا خليكم معايا.